إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وش رأيك يعني ربما في العجايز ولا الإنسان اللي يروحوا لسيدي الوالي ولا كما يقولوا سيدي عبد القادر سيدي الجلالي سيدي كذا، يقول لك أنا نروح باش نتزوج، ولا أنا نروح اليوم باش ربي يرزقني خدمة، أنا نروح باش نبرا، كما شفنا هذيك المرأة اللي كانت تبكي عند الوالي. هل هذا ربما من ناحية شرعية، هل هذا الأمر هو شرعي حلال أم هو ربما حرام؟ نعم، بارك الله فيك يعني على هذه الكلمة، قضية حلال وحرام، لنخرج من أمور أن الناس يعني يتهمونهم بالشرك والشركيات، لأنهم قوم يعني يعبدون الله عز وجل حق عبادته، يعبدون الله عز وجل حق عبادته، يعبدون الله عز وجل حق عبادته، ولكن لم يسعفهم تسعفهم عقولهم يعني على أن يتحدثوا بما في ضمائرهم، فأخطأوا في التلفظ وأخطأوا في التعبير. اما الدعاء عند القبور فانها بدعه، لكن لا تصل الى حد الكفر اذا كان الانسان يدعو الله عز وجل، لكن يعتقد ان دعاءه في هذا المكان افضل من غيره. واما دعاء اصحاب القبور وطلب الحوائج منهم فهذا كفر مخرج عن المله، فيجب على الطائفتين، اي التي تدعو الاموات او التي تدعو الله عند قبور الاموات، أن يكفوا عن هذا الأمر. وأفضل مكان للدعاء هي المساجد، وكذلك أفضل حالات للدعاء أن يكون الإنسان ساجدا. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الدعاء حال السجود، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فأعظم فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما ألهم بها هذا السيد، وأذن فيها للشيخ أن يقرأها ويقرأ فيها تلاميذه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما صرح ناصر عبدها والحالي لا صرح. وهذا من الإلهام، ليس وحيا، وهذا من الإلهام الجائز للأولياء. وصلاة الفاتح ذي مبتدعة، هذه لا أصل لها في الكتاب والسنة، فهي مبتدعة. ولكن أعظم من هذا إذا كان يقول ما في شرك في هذا الزمان، مع أن التيجانية والقبورية والأضرحة موجودة، الشرك كثير الآن، كثير كثير، إلا من رحم الله. كم نحتاج إلى تلك المقولة التي تقول وكأنها من مشكاة النبوة، حينما قال يعني نعمل فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ نعم. هذا الفقه لابد أن يشاع في الشباب، نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه القاعدة الذهبية عندهم، يسمونها الذهبية، وهي قاعدة طاغوتية. هذه القاعدة تفرق الصف، ما هي بتجمع الصف، لأن كوننا نرم الجرح على فساد لا يصلح، هذا ما هو بعلاج. العلاج إن نبين خطأ المخطئ وصواب المصيب، ونرد على الشبهات حتى يتحد الصف على الحق. ما ينفع الاجتماع مع وجود الاختلاف في العقائد والاختلاف في المذاهب والأفكار، ما ينفع هذا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فلا بد من اجتماع الكلمة على الحق، ولا بد أن نبين، ولا يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، بل نبين الخطأ من الصواب، ويرجع المخطئ إلى الصواب، والمصيب يحمد الله على ويسأله الثبات. لا بد من هذا هو العلاج. أما أننا نرم الجرح على فساد كما يقول الشاعر: إذا ما الجرح رم على فساد تبين فيه إهمال الطبيب. فلا بد من أن نبين ما يضر المسلمين والأفكار المنحرفة والأفكار الضالة، ونحث على الاجتماع على الحق وعلى الكتاب والسنة، لأنه ما يمكن أن يجتمع المسلمون على غير هذا. قال تعالى: هو الذي أيدك، هو الذي قال الله جل وعلا لنبيه: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم
ولكن الله ألف بينهم، ولا يؤلف بين المسلمين إلا الاجتماع على الكتاب والسنة وعلى التوحيد والعقيدة الصحيح. أما أننا نجمع المبتدع مع السني مع الشيعي مع القبوري مع المبتدع، فلا يصلح هذا، هذا تجميع وليس علاجا. فعلينا إن والاجتماع على الحق ولو كان أهله قليلين، فإن فيه الخير وفيه البركة. فأول ما بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبرة ليست بالكثرة والتجمع، العبرة بالحقيقة والصحيح، ولو كان أهل الحق قليلين فإن فيهم الخير وفيهم البركة. يعني قاعد الأعياد قاعد الأعياد ساكتين، ويجي المولد النبوي ويخرج لهم القرن ويبدأ بدعة 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 بدعة. وراه البدعة حاولوا تفهموا، ما كاش دليل أن المولد النبوي واجب. سيدنا رسول الله ما قالناش احتفلوا بيا، ما قالش، وما قالش ما تحتفلوش بيا، ما كاش في زوج، ما كاش، ما كاين دليل يقولنا احتفلوا، ما كاين دليل يقولنا ما تحتفلوش. خلاها الله جل جلاله، خلاها لمقام الحب، انت والمحبة تاعك لرسول الله. السبب يحبون المفرد وهو السنه ويذوقون على شريعته والمفرد.